on Iran. It's a snapback. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفعل في مجلس الأمن الدولي آلية سناباك المثيرة للجدل من أجل إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، والتي أكدها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر حسابه في تويتر بمباشرته عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، وإن العقوبات سيتم فرضها على إيران بعد 31 يوما اعتبارا من الخميس. وجاء الإعلان بعد قول الوزير إن إدارة الرئيس الأمريكي أظهرت أن برنامج إيران النووي ليس سلميا. وفي أول رد فعل أصدرت وزارات خارجية كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانا مشتركا جاء فيه أن الولايات المتحدة لم تعد مشاركة في الاتفاق النووي بعد انسحابها في 8 آيار عام 2018، وبالتالي لا يمكن مساندة مبادرتها. وأوضح البيان أن الدول الثلاث تبقى ملتزمة بالاتفاق النووي رغم التحديات الكبرى التي خلفها الانسحاب الأمريكي، معتبرا أن معالجة قضية عدم احترام إيران التزاماتها في الاتفاق النووي يجب أن تكون في إطار حوار بين المشاركين في الاتفاق. وفي السياق ذاته دعت الدول الثلاث إيران في المقابل إلى التراجع عن كل الخطوات غير المتناسبة مع التزاماتها النووية واحترام هذه الالتزامات دون تأخير. بدورها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت لصحيفة ألمانية إن سلوك حلفاء بلادها الأوروبيين مخيب للآمال فيما يتعلق بتحرك الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران. من جهته أعرب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي عن ثقته من فشل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستئناف العقوبات الأممية ضد بلاده. وهدد بومبيو روسيا والصين بشأن إيران قائلا إذا رفضت روسيا والصين الامتثال لنظام عقوبات الأمم المتحدة الذي أعادته أمريكا ضد إيران فإن واشنطن سترد بفرض عقوبات عليهما، لترد الصين في وقت سابق مؤكدة أن واشنطن لا يحق لها إعادة فرض الحظر ضد إيران لأن الولايات المتحدة هي من انسحبت بشكل أحادي بالفعل من خطة العمل الشامل المشتركة. من جانبه أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحرك الولايات المتحدة لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ودعا القوى العالمية إلى دعم واشنطن. ويرى المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا أن الدول التي لا تزال في الاتفاق النووي الإيراني هي فقط التي يمكنها أن تطالب بإعادة العقوبات. ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني منذ أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2018 قرار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى والذي جمد البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية خانقة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.